ديرتين وكنها ديرة على الخريطة بس حدود، والدليل ان انت رابط من جدود الى جدود. هذا باختصار ما يترجم تاريخ وعمق العلاقة بين السعودية والكويت التي تجلت فيها كل اشكال الاخوة في ابهى صورها. ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا. لذلك يحتل الفهد مكانة خاصة في قلوب الكويت حكومة وشعبا. إن قلت وين إخوان مريم، جاوبوا آل السعود، وإن خيت إخوان نورة، فزوا عيال الصباح. الفهد روح القيادة، يحط رحاله على بساط إخوان مريم الذين يستذكرون مآثره جيلا بعد جيل، سيما بعد أن وقفت المملكة بكل أركانها لتعود الكويت حرة أبية. من المعرض المصاحب للأوبريت الكبير، أخوة راسخة الذي جسدت لوحاته الفنية تاريخ المودة الأزلية بين البلدين حتى يومنا هذا، حيث تعيش العلاقات السعودية الكويتية انسجاما منقطع النظير، كان وما زال وسيبقى محط أنظار العالم. منصور الأمير، الإخبارية، الرياض.